أهلا بكم من جديد. زار لواء قنديل خليل محمد قائد شرطة صلاح الدين سيطرة الجسر الكائنة في مدخل مدينة تكريت الشرقية، وطلع على عمل الضباط المنتسبين أثناء تفتيش العجلات والمواطنين. وأبدى خليل توجيهاته للعاملين في السيطرة، كما زار قائد شرطة صلاح الدين مقر قسم الكلاب البوليسية واستعرض مع القائمين المنهاج التدريبي المعتمد في القسم.